ورق كل الكرات الثابته بالنسبه للافريقي وسام بن يحيى تسديد والتوزيع راسيه احمد خليل جانبيه في اولى المحاولات الشبيبه الافريقي كره لصابر خليفه التمرير لعماد المنياوي التسديد ممتاز جدا في التسديد عماد المنياوي والامتياز الاكبر لعلي والحارس موجود للقلعه يخرج الكره الركنيه وانكلا كايتا احمد خليل يرجع لسيف الدين الجزيره مازال الهجوم للافريقي سيف الدين الجزيره سلسله من المراوغات تسديد وتوجه هجوم معاكس للشبيبه محمد الاسلامي يطلب الكره ممتاز جدا التمرير والهدف الاول لكن التسلل ضد محمد الاسلامه وشبيبه القيروان في اللقطه الاخيره محمد الاسلامه كان هجوم وقتها للافريقي بعكس الهجوم كان ناجع على الشبيبه التسديد ممتاز جدا قلت الافريقي خطير عبر توخلي سيف الدين الجزيري وكذلك الكره الثانيه ياسين الميكيري ممتاز جدا التمرير لصابر خليفه يدخل منطقه الجزاء التوزيع من صابر خليفه التسديد وسام بن يحيى يفتتح النتيجه للافريقي ويمضي اولى اهدافه هذا الركنيه في التنفيذ وسام بن يحيى في تنفيذ الركنيه للنادي الافريقي التوزيع دخل منطقه الجزاء الراسيه والهدف الثاني الهدف الثاني للافريقي هشام بالقروي في 35 دقيقه لعب يعطي الهدف وسام بن يحيى 33 اربع دقائق بعدها 35 دقيقه هشام بالقروي في التوزيع الممتاز يصعد اعلى من الجميع بالراس اغاله الحارس علي القلعي هدفين مقابل صفر النادي الافريقي الفرحه هشام بالقروي في اللقطه الاخيره الفكرة يعني على المواعيد القادمة بالنسبة لكرة القدم التونسية ياسين الميكيري ممتاز جدا حاول سدد بالساقة اليمنى ممتازة جدا للتسديدة والامتياز لعلي القلعي كيف سيكون التنفيذ هيثم العيون يرفع الكرة تنفيذ المباشر ممتازة جدا العملية التنفيذ المباشر من هاي الفترة الثانية تأتي من الشبيبة هيثم العيوني فاروق بن مصطفى يدخلوني التوزيع فما نجح حمادي توصل الكرة محمد العويشي التسديد من سليم الجديد تسديدة سهلة عند العيوني وسليم الجديد التدخل من حسام بنينة ترجع من جديد لسيف الدين الجزيري التمرير لياسين الميكيري التوزيع الثالث من عماد المنياوي في تقريبا حاليا للافريقي في هذه المباراة عماد المنياوي مازال على أرضية الميدان إن شاء الله لاباس إن شاء الله تو نتأكدوا من الحالة الصحية شوف اللقطة توزيعة من ياسين الميكيري كما توزيعة صابر خليفة اللي وزع والاستقبال كان من وسام بن يحيى في الشوط الأول ياسين الميكيري يعني يوزع كرة ممتازة جدا عماد المنياوي ملعب التونسي كان سجل اليوم عماد المنياوي 2-0 بالنسبة للافريقي هذا صابر خليفة تسديد بكل قوة تدخل تمرير لصابر خليفة ممتازة اللقطة من صابر خليفة ينطلق سيف الدين الجزيري عكس هجوم الافريقي ينطلق سيف الدين الجزيري يدخل منطقة الجزاء التوزيع من سيف الدين الجزيري عماد المنياوي الرابع من عماد المنياوي الرباعية الافريقي من 31 وسام بن يحيى في الدقيقة 35 هشام بالقروي الشوط الثاني 68 دقيقة لاعب عماد المنياوي والدقيقة 80 نفس اللاعب عماد المنياوي يمضي الرابع شوف الانطلاقة شوف التوزيع الممتازة من سيف الدين الجزيري والكرة تعود من الحارس أمام عماد المنياوي إغالة علي القلعي إلى حد الآن 37 دقيقة لاعب في الفترة الثانية أربع أهداف مقابل صفر صابر خليفة التسديد بكل قوة الحارس موجود الكاتوري في أول لمس للكرة مهدي الوذرفي التمرير ممتاز لسيف الدين الجزيري التسديد فوق العارضة كاد يكون الهدف الخامس رئيس جامعة سابقا إن شاء الله ننتظروا هذا الحوار يوم الثلاثاء القادم على قناة حنا بعل مع الرئيس السابق الأفريقي ورئيس السابق للجامعة هذا صابر خليفي التسديد يخمس النتيجة خمس أهداف مقابل صفر الأفريقي